هذه القمة هي في نظري تعتبر قمة استثنائية بمعنى الكلمة، وأكدنا قبل ذلك بأنها تشبه قمة التأسيس في 1981 نظرا لأهميتها ونظرا للظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة بشكل عام. في نظري أن هناك مجموعة من العوامل التي دفعت إلى يعني إلى هذه القمة التصالحية التي استضافتها الرياض. أولا، هناك نضج في المواقف السياسية التي تمكنت من الوصول إلى قناعة تامة بأن موضوع الخلافات بين الأشقاء في دول مجلس التعاون يدفع المواطن من معاناته اليومية، وأقصد هنا المواطن الخليجي. ثم أن مثل هذه الخلافات التي تعصف بالدول أيضا الست تهدد منظومة مجلس التعاون، كما هددت قبل ذلك أحداث عاصفة مرت على هذا المجلس، منها الحرب العراقية الإيرانية والذي صادف في نشوء هذا المجلس في عقد الثمانينات، ثم غزو العراق للكويت، ومن ثم الحرب الأمريكية على العراق، وكل هذه أعادت تشكيل المشهد في المنطقة. لكن بقي المجلس صامدا مكافحا قادرا على مواجهة الصعاب بفضل الآباء المؤسسين له وبفضل حكمتهم وقيادتهم إلى بر الأمان في الألفية الجديدة. هذه أيضا الأحداث المحيطة بالمجلس أثرت فيه بشكل أيضا كبير، سواء القريبة منه على أطرافه كالأزمة اليمنية والملف السوري والليبي وأيضا ما يحدث في العراق، كلها أثرت هذه. هناك أيضا في نظري موضوع ثالث، وهو أن ضرورة أن يكون المجلس تحت رأية واحدة، وهذا مطلب مهم ليس على مستوى مجلس التعاون وإنما على مستوى القوى الكبرى ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي ساهمت في تلك الجهود ودفعت بتعجيل التوقيت إلى أن تكون المصالحة قبل خروج إدارة ترامب ومجيء إدارة بايدن ليسجل التاريخ السياسي له هذا الإنجاز. هناك ملفان مهمان لا يمكن حلهما إلا عن طريق الوحدة الخليجية، وهما ملف الأزمة اليمنية الذي في نظري أصبح من الملفات الملحة، وأيضا الملف النووي الإيراني. أنا في نظري اليوم الفرحة ليست بين أبناء دول مجلس التعاون وإنما في الدول العربية كلها وبالأخص في اليمن. إذا توحدت الآراء بين أصحاب الجلالة والسمو، أنا في نظري أعتقد جازما بأن الملف اليمني سوف يذهب إلى الحل خلال المرحلة المقبلة، لأن الجهود التي ستتركز عليه سوف تدفع بقوة أكبر نحو التفاوض مع جميع الأطراف وأيضا جمع كل الفرقاء على طاولة الحوار التي نادى بها المجلس منذ الأزمة التي تعرضت لها صنعاء. هذا الجزء الآخر من هذا الموضوع، وهو الملف النووي الإيراني الذي يقلق دول مجلس التعاون بشكل كبير ومتعاظم. هذا الملف الذي توصلت فيه القوى الكبرى مع إيران إلى اتفاق وبعد ذلك انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية، والآن الوعود في إدارة بايدن والاتصالات التي تمت مع إدارة طهران بأنه بالإمكان إعادة الاتفاق إلى الحياة مرة أخرى بعد أن توقف، على أن يكون هناك به بعض التعديلات. وأنا أعتقد بأن إيران مهما يعني تحدثت في هذا الموضوع ستقبل في النهاية بأيضا طرف خليجي وجار لها يمكن أن يأخذ في الاعتبار أن تكون له مصالح أيضا مشتركة في هذا الملف.